والزوج ديال الشركه في الخيانه الزوجيه اللي متزوجه، هذو راح حصلوا في بقاو في جذوم عريانين في الصباح، حاله تربص ما فيها ليله ولا حتى. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كما تبعتوا معنا عدد كبير من القصص اللي رواتهم معنا الاستاذه زين خيار، محاميه بهيئه الدار البيضاء. هذه القصص للعبره بطبيعه الحال، وكنستافدوا منها بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، اليوم عندنا استثناء، وعندنا قصه واقعيه في الوضع الحالي، وفي نفس الوقت قصه اخرى متشابهه بشكل كبير كانت عند الاستاذه زين في الماضي. مشاهدينا الكرام، في الاول غادي نشوف مع الاستاذه ليلى اللي هي المستشاره القانونيه، غتروي لنا قصه الخيانه الزوجيه تحت الطلاب. تبعوا معايا، تبعتي معنا القصص اللي كنشوفوا مع الاستاذه زين، كنستافدوا فيها بشكل كبير، والراي العام عجبوا الحال. غادي تعطيني القصه اللي عندك الان واللي انت خدامه فيها، وفي نفس الوقت هي على علاقه بشكل كبير بواحد القصه عند الاستاذه. تفضلي معي. السلام عليكم. فيما يخص القصة اللي كاينة اليوم، هي داخلة في ضمن الجرائم تحت الطلب. ومني كنقولوا جرائم تحت الطلب، معناتها ان كريم سور كوموند ماشي كومونديتي، حيت كاين الفرق ما بين كومونديتي وكوموند. يعني كاين اللي كيامرك دير ليه واحد الجريمه، وكاين اللي كيوجد لك جريمه باش تطبقها. فهذا الموضوع ديال اليوم هي واحد الجريمه اللي ظاهره، ولات هذا النوع ديال الجريمه في واد الزم، مدينه واد الزم، وجاو الناس وتشكاو لنا بزاف منها، وباشرنا معهم الاجراءات. شنو هي هذه الجريمه؟ هذه ملي كتبغي وحده من الزوجات انها تطلق، شنو كيدير الزوج؟ كيمشي يجمع النفقه وكتطلبها ليه هي، فاذا به كيلفق لها واحد التهمه، كيمشي ينسق مع واحد الشخص وكيخلصو، وكيقول لي غادي تدخل معها حتى للسجن، لكن على اساس انك مني غادي تجي عندكم توقف مثلا قدام المقهى، بعد ما تعيط لها واحد السيده كتقول لها واش بغيتي تخدمي على وليداتك، وشي اخرى كتكون بيان سو كتكون كتوجد للطلاق، كتقول لها ايه رانا محتاجه لواحد شويه نبلغ منها، كتقول لها انا غادي نتلاقاك في واحد القهوه، حتى كتقرب وكتعيط لها كتقول لها شوف راه باقي ما لحقتش لتما، كي راه خويا غادي يستقبلك راه صيفطته. فاذا به يلا كتجي توقف، كيشير لهذاك الشخص كيقول له واش انت هي فاطمه او لا حليمه او شي حاجه، كتقول له هي فين السيده اللي دايره معاها. شويه كيجي يوقف لو جوندارم كيقول لها اش كديري انت هنايا، كينطق السيد اللي كاين هنا كيقول له علاش كتسول سيدي، انا عندي معها علاقه وحنايا دائما عندنا علاقات جنسيه، والسيده جات عندي باش انها غتخلص ومن بعد هذه. كيجي كيغوتوا عليها، كيدير لها المحضر ديال الضبط على اساس الاعتراف بان اقرار من الشخص بانه فعلا هي كدير الخيانه الزوجيه. كيجي الزوج ديالها ياكد على الخيانه الزوجيه، وكيقول لها التنازل على الاطفال، تنازل على النفقه، تنازل على كل شيء، في حين انه مؤدي الثمن لهذاك الشخص، لان ذاك ما مزوج ما والو، ما كاينش اللي غادي يتابعه. كيعطيو واحد العقوبه خفيفه عليها، وهكايا كتمشي هذه المساله. وحنايا ضررنا بزاف بزاف من هذه المساله، لان ما يمكنش انك واحد في المقهى جيتي وقفتي عليه كتقول له شكون انت اش كديري هنايا واش هذا الشيء، ان خاصنا حتى لبوس، لان الخيانه الزوجيه راه خاص عندها واحد الشروط، ماشي ضابط الشرطه غادي يجي يقول لها اش كديري هنايا، مجرد ما ينطق الاخر كنردوا حنا اقرار، حيت من الشروط ديال الخيانه الزوجيه انك الاقرار، ولكن الاقرار خصو يكون من طرفين، وهي لحد الان باقا كتصر على انها بريئه وانها ليست لها علاقه بهذا الشخص. وان شاء الله مع استاذه خيار حنا غادي نمشيو باش نحطوا لها طلب الافراج. انا غنبقى معك في هذا الموضوع اللي موضوع الان. نعم. كما قلتي لي التلبس والادله الماديه. نعم. هنا ذكرتي الدرك الملكي، الدرك الملكي ما حاولوش في اطار البحث يعرفوا بانه السيده ما عندهاش به صله، ما تمش الاتصال به قبل، ما كاينش واحد الواتساب بيناتهم، ما تداولوش في الموضوع. هذه الامور كلها في صالحها هي في البراءه ديالها. كيفاش شفتي هذا الملف؟ واعطيني بالضبط، انا هضرتي معايا على ظاهره بصفه عامه. هذا الموضوع بالضبط، وهذه السيده هي معتقله الان. نعم. يعني هالطريقه اللي شيئا ما، ماشي شيئا ما بنسبه كبيره، كلها ملتويه من اجل الوصول ذاك الزوج لواحد الهدف فيه ضغط. كيفاش شفتي هذا الملف ملي طلعتي عليه انت وفي المحاضر ديالو؟ شنو قالت هي الادله اللي ارتاح عليها بطبيعه الحال الضابط القضائي وكذلك القضاء والنيابه العامه انه تم الاعتقال ديالها؟ كيفاش شفتي هذا الملف؟ هذه الجريمه هذه عندها الاركان،
عندها التلبس وعندها الاقرار وعندها المحضر ديال الشرطه القضائيه والاقوال ديال الشخص. هما شنو مشاو داروا؟ داروا على اساس واقف في المقهى هي تلبس، راه هي كاينه واقفه قدامه، في حين هذا ماشي هو تلبس. تلبس راه هو خصك التلبس بالخيانه الزوجيه وبالممارسه الجنسيه وبحضور الشهود. فاذا هذا الركن ما كاينش. ثانيا انها كاينه واقفه في المقهى مع شخص غريب يعني، وسورتو انها وقع لها واحد الارتباك وكانت الاقرار من الطرف الاخر، في حين ان خص الاقرار يكون من طرفين، ماشي غير هو اللي يقول له لا السيده عندي علاقه معها. وبعض المرات كيمكن له يقول له كاع الدعاره، يقول له الاعتياد انا مولف كنخلصها. اذا مع هذاك الناس اللي كيكونوا يعني الباديه وبسيط داكشي كتكون عندهم واحد السذاجه في الـ في الـ في الالقاء. مثلا جيت لقيتي عليها القبضيه ما كانتش كتنوي انك غادي تلقي عليها القبضيه. الملف بالضبط هذه نعم. كلها هي نعم. عام انا نعم. بغيت امر خاص نتكلموا نعم. بشكل خاص. حنا غادا ما طلعتيش على الحيتيات. لا ما طلعش على الحيتيات، ولكن عرفنا لان حنا الظاهره تشاعت وحنا راه خاصنا نحدوا منها. حنايا طالعين باش غادي نطلعوا على الملف ونصوروا، ولكن في نفس الوقت نديروا لها الافراج، طلبوا الافراج لان ماشي هذاك هو التلبس. شكرا لك. هذا موضوع الان الله يوفقك مشاهدينا الكرام، غادي نشوف نفس القصه كيفاش مع الاستاذه زينب. قلتي لي قصه متشابهه في الماضي ديالك المهني، عشتيها كيفاش؟ اولا كنشكرك استاذ يوسف من هذا المنبر، كما انني بهذا الميت فات عندي علاقه باش نشكر بعض الرجال القضاء اللي دوزوا قضاء ديالهم في واحد النزاهه، لان ما خاصناش ننساهم وخاصنا نبقاو نذكرهم بخير. والله يذكره بخير استاذ اللي كان وكيل الملك الاستاذ تهامي متواضع، معروف هذا الاستاذ راه كان ما كيديش الناس الحبس. عرفت اش كان تيدير؟ كان هو كيخرج لشخصه، كيدير هو في التقديم كيخرج هو الناس بواحد بواحد امام الجميع. كان تيبدا يقول انت وانت وانت، ماشي كان كيهبط النائب وكيل الملك اللي كيدير الاجراءات هو، لا كان تيدير. كانت واحد المره عندي واحد الملف عنده ديال الخيانه الزوجيه. اش من سنه تقريبا استاذ؟ اش غنقول لك؟ لا تقريبا تايا شي 30 سنه، 30 سنه. مع العلم ان الاستاذ تهامي متواضع دوز مع انا الخدمه المدنيه، كنعرفو مزيان اخلاقه كي دايره راقيه، متدين، ما كيظلمش، معادل، كيبقاو فيه الناس لدرجه ان المحكمه اللي كان فيها ولاو كيقولوا لها المغاربه المحكمه ديال مولاي تهامي. اذا ادى واحد الدور جميل بالنسبه للمغرب، بالنسبه للقضاء، بالنسبه للمواطنين، لانه كان عادي ما كانش كيبغي، لان السجون عامره بلا ما يبقاو نعمروا هذيك الساعه. هو هذيك الحكمه اللي كانت عنده في الدقه، ما كيديش الناس غير الحبس. مثلا كيكون شويه كيحاول صلح، ديما كيدير الصلح وكيكون مزيان مع الناس، لدرجه ان مثلا كان عندك ملي خرج ديك الكفاله حيت ما كانش كفاله، انا كندوز عند واحد الملف واحد الناس ما عندهمش، قال لي كفاله 5000 درهم. قلت له استاذ ما عندهمش، فقار ما عندهم حتى شي حاجه. قال لي 3000 درهم. قلت له ما عندهمش، ما عندهم حتى حاجه. قال لي واش غنقول لك؟ يلا 4000 ريال ولا بلاش. عرفت مسكين الحشاش فقار محطمين وعارف هما وخرجهم. وكانت علم يجيو من هذه القضايا. كانت عندي واحد النهار، كانت عندي واحد المراه، واحد المراه وراجل حاصلين في الخيانه الزوجيه بصح متلبسين، لانهم جبدوا درجة ان البوليس بقى حدا الدار حتى 6 الصباح، ما عندهمش حق يدخلوا في قبل من 6 الصباح، ما عندهمش حق يدخلوا للدار. كان هذا واحد مول الطاكسي اللي عند جوج، واحد المرا زوينه عندها 6 ديال الدراري، وواحد عندها جوج دراري، وواحد السيده اللي كانت بزوجه، واحد خدام في لاباس عيسى، هو خدام في ذاك شو اسمه ذاك الشيء لاتيراي، عند الحوان تراتراي متلاشيات متلاشيات لاباس عليه حتى هو، ولد مع 6 الدراري. انا ملي دخلت كان دخلنا عنده على اساس الصلح، انا كنوب على الزوجه اللي دخلتني نوب على راجلها باش دير لي التنازل، ومع العلم ان الزوجه انا درت لي التنازل وذاك الزوج فرك سيعاير فيها انت ما مزيان في مرتو درت لي التنازل. وجا ذاك الزوج ديال الزوجه الاخرى اللي عندها 6 الدراري اللي حصلت في حاله تلبس وقف للاسف خرجوا. قال لي مولاي تامي، قال لهم، قال لي شكون انت ما خليتي خبزتك انت؟ شو هذه زوينه وكيفاش تخليتي خبزتك تاكل خبز الناس اخرين؟ وقال لي كيفاش هذه كو هذه كو تقربتي لهذه؟ قال لي راه الحضانه ما حضان. قال لي واش عمرك شي فروج كيحضن للبيض؟ راه بهذه الطريقه السلسه الزوينه كتدخل العقول المغاربه، كان راه زعما هذاك هو معلمه
كما هضرتك على الطرفي خاصني ما ننساش هذا، بالاخص ندوز مع الخدمه المدنيه ودوز مع المسار المهني ديالو كله كان معروف، راه كلشي المحامون كيعرفوه اللي كان في ذاك العهد. كان مولاي تهامي الله يعطيه اللي بغى في خاطر الله يعطيه صحيحته، هو موسى دين ما عنده حتى علاقه بشي، كيعرف الحق والقانون، وكان الله يقل ذاك الزمان، وكان خاصو يرجعوا لينا بحاله. ومع العلم الحاجه اللي كانت كارثيه في الموضوع هي انني انا خرج السيد اللي كان نوب عليه الزوج ديالها حتى هي جات دارت التنازل، والزوج ديال الشريكه في الخيانه الزوجيه اللي متزوجه هذو راح حصلوا في بقاو جدو معريانين في الصباح حاله تربص ما فيها لا ليله ولا حتى، وهي تقول لي خرجت والسيده كتقول راجلها انت ماشي براجل، كون كنتي راجل كون دخلت هي محامي ثانيه، شوف هذه المراه مدخله محامي على راجلها، انت هي راه تنازل ليها، انت ماشي راجل وغادي ساكت تنازل ليها، انت ماشي راجل تري ما جايبش محامي، شوف هذه المراه جايبه محامي على راجلها هو ساكت وكت... درت واحد الحاله اللي بقيت كنشوف واش او هذا الراجل ماشي فقير لاباس عليه وعنده لا فيراي وخدمت في لا فيراي هو عنده سته دراري وجا سمح لها قالت لي بقات تعير فيه سخسخاتو، قالت لها سير بحال هذاك منك لتما منك سير بعد مني، ومشات مع ذاك الاخر تو كيعرف مرت ها مرت مشى معاه حتى هو. ايوا حنا هادشي اش هو هادشي هادشي انا شفتو عاينتو. دابا سمحوا لي ونرجعوا مع بعضياتو. خرجوهم بقات تعير فيه ما درتش شي محامي سير المغلخ سير المدحرام سير هذا، وقال لها قال لها قالت لي صافي انا نسيت بحال هذاك سير حدا الدراري في الدار دوك سته، والمراه الاخرى اللي كي جايه تطلب في الراجل مسكينه باغا تخرجوا زوينه فنه عندها جوج وليدات معاه، قالت لي قال لها توا سير كتلقي حتى حاجه هو مشى مع الاخرى معانقين. واش هو هادشي كغنديرو حنا هذه الخيانه الزوجيه باش نبقاو نجيبوها؟ ما خاصناش نبقاو نجيبو الخيانه الزوجيه، لا كانوا غيسمحوا ثاني غيمشيو بعضياتهم نخليهم يفارقوا الاخرين ويجوجوا مع الاخرين صافي ما نبقاو. انا قلت انا حاجه اول حاجه قلت لك اساسا باش نهضر على تهامي شخصية قانونية واجتماعية وإنسانية وخاصهم يكونوا بحال كوكلاء الملك، لأن الدولة أولا كيحيدوا واحد العبء ديال ذاك السجن على المواطنين، ثانيا كيصالح الناس كيصالحهم، اللي كان شي واحد سرق شي واحد كيقدر يدير معاهم صلح، اللي كان شي حاجة يدير معاهم صلح، وكان كيخرج هو الناس قدام الملا كياخذ قرار. كيبقى آخر شيء هو الاعتقال. آخر شيء هو الاعتقال. أستاذ الله يوفقك، شكرا لك، كنتمنى لك التوفيق في هذا الملف اللي عندك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا مجموعة من القصص للعبرة، والشكر الجزيل للمتتبعين اللي عجبتهم هذه الفكرة وباركوا فيها بشكل كبير في التعليقات. الهدف الأسمى في الموضوع هو التوعية في بعض الأشياء اللي كانت بطبيعة الحال في الماضي وممكن تكون في الحاضر أو المستقبل. ما يهمنا هو تنوير الرأي العام وأخذ العبرة بشكل كبير في مثل هذه الملفات. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع مثل الملفات وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.